أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينال رئيسة مجلس النواب ضرورة مواصلة المساعي المشتركة وتكريس الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني تحقيقا للمصلحة العامة، خاصة في ظل الخطى المتسارعة التي تسجلها مملكة البحرين في التعافي من تداعيات جائحة كورونا ومواكبة لتطلعات المسيرة التنموية الشاملة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. نعم، أشادت معالي رئيسة مجلس النواب بدعم سمو العهد رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة للجهود الوطنية المشتركة والتعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين، والذي أسفر عنه حزمة من التشريعات المعززة للاقتصاد الوطني والارتقاء بالإنجازات الحضارية لمملكة البحرين وتجاوز التحديات الاستثنائية وفق رؤية شاملة ومتكاملة تضع مصلحة الوطن والمواطنين في قمة أولويات العمل الوطني. جاء ذلك خلال لقاء رئيسة مجلس النواب بمكتبها صباح اليوم معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد غالب بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والوفد الحكومي المرافق، حيث تم بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس النواب ووزارة المالية والاقتصاد الوطني. ثملت معاليها المبادرات الوطنية التي تقدمها الحكومة الموقرة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والتأكيد في إطارها على أن المواطنة ركيزة العمل والتنمية والتطوير، مؤكدة أن السلطة التشريعية حريصة في سبيل ذلك على العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق مع السلطة التنفيذية، لا سيما في الشأن المالي والاقتصادي وطرح القضايا العالقة وتعزيز الشراكة في تقديم الحلول الملائمة لأبرز التحديات الاستثنائية التي تواجه المملكة.